بيجوز انشلت من النقزه ولا انت قصد تشطني؟ الشرطه سالت عني شيء؟ مو متشرده فيك الشرطه حتى تسال عنك. امتى اجي؟ فت على البيت ما لقيتك، انت تخبيت بقلب الصندوق مثل العاده تحسبا. تعا 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 شو؟ حلقوا لك شواربك بالمخفاه؟ انا حلقته لحالي لما كنت هون مشان ما يعرفوني الشرطه. لا زكي برافو عليك، هلا صرت عجاجي. شاب كان عم يحقق معاملة بالوزارة لما شاف الشرطة شاطحينه لنبيل. شاحطينه لنبيل من مكتب السيد الوزير. وين تلحق ابو شاب يروح على الوزارة؟ انا عنده بالدكان وقت ما فتح عيونه، ما انفرق الدكان ابنه. يعني لسه ما طب بخوانيقه للسيد الوزير؟ ماما نبيل مو غبي حتى يطب بخوانيقه للسيد الوزير. اف وجع، شفنا زكاة لجوزك نبيل مع رئيس لجنة الشو اسمه والمدير العام، هنن يا حصرتي اعتدوا عليه، ما هو اللي اعتدى عليه. وجع شو عملت؟ مو إلك إلا شو عم تعمل؟ عم وضب بدلين داخلين وجوزين جرابات ومعجون الحلاقة وفرشاية اسنان. مش هو رايح؟ هلا بتجي ميسوم مشان روح ورا نبيل على المخفر، وبتعرفي انت الثالثه سباته لانه هالمره العلاقه مع السيد الوزير. وفرشاة اسنان مشان ايش؟ عمرك ما فرشيت اسنانك؟ ما بدي المحابيث ياخذوا فكره عني. طالع اسمك ميسوم برا. مرحبا جد، شو عم تستنى التريف؟ لا والله كنت ناوي روح ورا الترين. شو صار معك عند الوزير؟ الوزير سكر يا رجل، اول ما حكيت له ملخص دراسه التطور الشرقولي جن من كتر ما انبسط، طقني بوستين من بين عيوني وقال لي وينك من زمان يا رجل. يعني وافق الوزير؟ لسه، بس اعطى الموافقه المبدئيه، وبس يقرا التفاصيل رح يعطي الموافقه النهائيه. طلع معه حق جوزك نبيل، رئيس لجنه الشو اسمه والمدير العام خايفين اذا مشيت اموره يشلحهم كراسيهم. لك ماما نبيل مشروع تخرجه كان عن تنظيم المدن، مشان هيك ما بيقترح اقتراح الا اذا كان متاكد منه 100%. بيت قلبك يخرب بيت قلبك، ما بيلحق يغيب دنبك حتى يبين راسك. ليش رجعت؟ ابو شاف الشرطه ساحبين لنبيل دعبله من الوزاره. ليش ما صار الا طب خوانيقه للسيد الوزير؟ مو للسيد الوزير، لرئيس مكتب السيد الوزير. ان يا ليل، نفس الشيء هاد بمثلات. ليش عمو؟ ليش عمو ليش؟ ما حدا عرف ليش، لانه شافوا نبيل من بعيد عم يتدبل دبل طالع من الوزاره. ماما انا رايحه لعند عجاج مشان يروح معي على المخفر، لانه ما حلو يروح حرمه لحالي. وجع شو قلت؟ قلت لي كنت بدي اقوله. تعبنا مثل ما تعبنا بيه. هالمرة ما في فكة شرفي. عشاش انت شو عامل هالخوف كله مو من ويا شي؟ انت بتعرفي صاحب السوابق، حتى لو تاب توبة نصوحة بتضل في شتمة بخوشة. عشاش انت لازم تتنكر، انا رح اصل لك شقفة من شعراتي وبنركب له اياهم شوارب عيري.